Yusuf dagaleri Süleyman Yusuf dagaleri Allah tebaraka ve teala ala inna lillahi man fis semawati ve man fil ard ila kavlihi subhanahu da'un fid dunya thumma ileyna marji'uhum thumma nuziquhum al azab al şedid bima kanu yekfurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن الله ألا إن الذين يدعون ألا إن الله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ألا وَمَا يَتَّبِعُ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا كنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لكل صبار إن في ذلك لآيات لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وَإِذَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل متاع في الدنيا ثم نذيقهم العذاب متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكسبون ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يفترون ثم اقرأ من بداية سورة النمل بعد بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله سبحانه لعلكم تصطلون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمسلمين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فيها زينا لهم أعمالهم وهم لا يبخسون قالوا بك حدثي بما السلام